السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص تحت باب القسامة: القسامة سيتضح معناها فيما يأتي بعد إن شاء الله، وإجمالي المعنى أن يقسم 50 من قوم ما على شيء فمأخوذة من القسم، وسيأتي بيانها. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث وهو ابنه عن يحيى وهو ابن سعيد، عن بشير بن نهيك، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة قال: يحيى وحسبت قال، وعن رافع بن خديج أنهما قال، يعني سهل بن أبي حثمة متابع من صحابي آخر على الشك وهو رافع بن خديج. خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد، خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد، يعني أولاد عمومة، حتى إذا كان بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك. ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة ابن مسعود وعبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القوم، يعني عبد الله بن سهل دفن ابن عمه محيصة لما وجده مقتولا. ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله هو وحويصة بن مسعود أخو محيصة وعبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القوم. فذهب عبد الرحمن يتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر، الكبر الكبر في السن. فصمت، فتكلم صاحباه وتكلم معهما، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل، فقال: أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم يهود 50 يمينا؟ قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله، أي أعطى الدية من عنده، أعطى الدية لأهله من عنده. الرواية الأخرى ستوضح شيئا ما. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج، بدون شك في العطف، يعني أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلق قبل خيبر فتفرق في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن وابن عمه حويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه هو أصغر منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى، أو قال: ليبدأ الأكبر. فتكلم في أمر صاحبهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، أي يسلم إليكم لتقتلوه. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله.
قال سهل: فدخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها. قال حماد: هذا أو نحوه. في رواية أخرى: فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل في حديثه فركضتني ناقة، يعني كأنه ركضتني ناقة، أنه لا يستحقها أو لا، الله أعلم بهذا. طريق ثالث أيضا عن بشير بن يسار أن عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد الأنصاريين ثم من بني حارثة خرج إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويومئذ صلح، وأهلها يهود، فتفرقا لحاجتهما فقتل عبد الله بن سهل فوجد في شربة مقتولا، يعني في الماء، في قناة ماء، فدفنه صاحبه ثم أقبل إلى المدينة، فمشى أخو المقتول عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عبد الله وحيث قتل، فزعم بشير وهو يحدث عن من أدرك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم، يعني على الشك: تحلفون 50 يمينا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: يا رسول الله، ما شهدنا ولا حضرنا. فزعم أنه قال: فتبرئكم يهود 50؟ قالوا: يا رسول الله، كيف نقبل أو كيف تقبل أيمان قوم كفار؟ فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقله من عنده. نعم. في رواية: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه 100 من إبل الصدقة. طريق ثالث: حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا بشر بن عمر سمعت مالك بن أنس يقول: حدثني أبو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، يعني خرج للشغل أو لطلب أي عمل، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قتل وطرح في عين أو فقير، فقير بئر قريبة، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه؟ قال: والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وأكبر منه عبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم هو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله لمحيصة: كبر كبر، يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، في خلل هنا في الرواية، لأن حويصة محيصة قتل في الرواية الأخرى، هنا وهم في الرواية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك فكتبوا: إن والله ما قتلناه. فقال رسول الله لحويصة ومحيصة: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ عفوا، حويصة ما قتل، الذي قتل أولا هو عبد الله بن سهل. عبد الله الذي قتل. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك: إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب رسول الله إليهم في ذلك فكتبوا: إن والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة عبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف يهود لكم؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. أورد من طريق آخر قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى أخبرنا
قال حرملة أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. سيأتي الحديث أيضا عن القسامة الآن إن شاء الله. قال وزاد وقضى بها رسول الله بين ناس من الأنصار في قاتيل ادعوه على اليهود. أشرح الباب وبالله تعالى التوفيق. القسامة هي أن يقسم 50 شخص. حاصل القصة المذكورة أن عبد الله بن سهل ومحيصة ابن عمه عبد الله بن سهل بن زيد وحويصة ابن مسعود بن زيد ولاد عم في جهد أصابهم، يعني قلة رزق، فذهبوا من المدينة إلى خيبر يلتمسون عملا هنالك أو أي شيء، يلتمسون عملا يعني أخرجهم الجهد الذي في المدينة، يلتمسون عملا، يلتمسون تجارة، المهم يلتمسون عملا. فماذا كان؟ فمحيصة وجد ابن عمه مقتولا، عبد الله بن سهل مقتولا، مقتول في أرض خيبر، وخيبر يهود، وهو وأخوه ليس لهم أعداء في المكان في خيبر إلا اليهود. فدفن أخاه ورجع إلى قومه فأخبرهم أن أخي قتل، فذهب معه ابن عمه عبد الرحمن وحويصة، ذهبوا الثلاثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون له الخبر. فأخو القتيل جاء يتكلم، عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل عبد الله بن سهل بدأ يتكلم، فالنبي قال كبر كبر الكبر، أو جاء حويصة ومحيصة واحد منهم يتكلم، فقال النبي كبر الأكبر يتكلم. فقال ما حاصله يا رسول الله؟ ذهبنا إلى خيبر وليس لنا، أو قال أخوه عبد الرحمن ذهبنا إلى أنا و عفوا محيصة يقول ذهبت أنا وعبد الله بن سهل إلى خيبر وليس لنا أعداء، فوجدت ابن عمي قتيلا، أنا ما رأيت من قتله، أنا ما رأيت من قتله، واليهود هم الذين قتلوا لأنهم أعداء لي. فقال الرسول هل رأيت، يعني حصل الكلام، هل رأيت؟ قال ما رأيت. فأرسل الرسول اليهود إن فلان قتل في أرضكم وأنتم قتلتموه فيما ادعى المدعي، فقال والله ما قتلناه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأخي القتيل ولابني عمه يقسم 50 منكم أن اليهود هم الذين قتلوه؟ قال نحن ما رأينا، يعني كيف نأتي 50 يقسمون وهم لم يروا. قال ترضون بأيمان 50 من اليهود؟ قالوا هم قوم كفار سيكذبون. فقال النبي ليس لكم إلا ذلك، لكن كره لأن قتل من المسلمين أن يهدر دمه، فوداه من إبل الصدقة، أعطاهم 100 من الإبل، أعطاهم 100 من الإبل من عنده ليس من عند اليهود. هذا تسمى القسامة، تسمى القسامة. هل يعمل بها الآن أو لا يعمل بها؟ العلماء يعني أكثرهم على جواز العمل بها، ولا قد حدث فيها خلاف في زمن عمر بن عبد العزيز. وفي البخاري قصة أطول من هذه القصة، حاصلها أن رجلا من بني هاشم خرج مع رجل من قريش، أو عفوا أن عبدا كان لرجل من بني هاشم، عبدا كان لرجل من بني هاشم، أخذه رجل
سهمي من بني سهم يخدمه في السفر، استعاره من أبي طالب عم رسول الله، استعار العبد من أبي طالب. ففي الطريق وجد عقال ناقة، فقد عقال الناقة التي تربط به، توقل به، تربط به. فجاء السامي وقال للقرشي: أين عقال الناقة؟ أنت سرقته. قال: ما سرقت، فقد. فضربه ضربة قتله فيه، ضربه ضربة فقتله، أو قتله بالسيف أو أيا كان. ثم دفن، العفو، ما دفن، قتله وتركه وانصرف بإبله في الطريق مسافرا. فما خرجت روحه تماما، فجاء رجل من اليمن رآه يتشحط في دمه، فقال له: هل لك؟ قد رأيت حالتي أن تحمل عني كلمات توصلها إلى إذا ذهبت إلى الموسم، موسم الحج. قال: نعم، أخبرني بالذي تريد وأنا أوصله. وجده يتشحط في دمه، و طب ما يعرف من ما يعرف اليماني ما يعرف من قتل هذا الرجل. قال: إذا ذهبت إلى الموسم، موسم الحج، فقل: أين بنو هاشم؟ فإن أخبروك فقل: أين بنو عبد المطلب؟ فإن أخبروك فقل: أين أبو طالب؟ أخبروك فقل له: إن فلانا السهمي، ماذا، من بني سهم أو من غيرها، قتلني بسبب عقال الناقة، قتلني بسبب عقال الناقة. فرجع السامي إلى مكة قبل الموسم، وأبو طالب سأله: أين عبدنا؟ قال: مات ودفنته وأحسنت دفنه. فسكت أبو طالب، سكت أبو طالب. مرت الأيام والشهور، وجاء اليمني، جاء الرجل اليمني إلى الحج. فلما انقضى الحج نادى في الناس: أين بنو هاشم؟ فقالوا: ها نحن. أين بنو عبد المطلب؟ أخصص بعد. فقالوا: نحن. قال: أين أبو طالب؟ فقال له أبو طالب: أنا أبو طالب. فقال: أخبرني عبدك فلان، وقد رأيت أتشحط في دمه، أن فلانا قتله بسبب عقل الناقة. فجمع أبو طالب قبيلته بني هاشم، واستدعوا الرجل السهمي هذا، فقالوا: أنت قتلت عبدنا، أنت قتلت عبدنا بسبب عقل ناقة. قال: أنا ما قتلته. قال: أنا ما قتلته. فقال أبو طالب، واستعمل القسامة التي كانت في الجاهلية، قال: يقسم 50 من قبيلتك وأنت منهم أنك ما قتلت عبدنا. قال: نقسم. قال: إذا أقسمتم أسقطنا الدية عنكم، إما أن يقسم 50 منكم أو تدفعوا دية عبدنا أو استلس القتال، ما عندنا حل إلا هذه الأشياء الثلاثة، إما أن يقسم 50 منكم، وإما أن تدفعوا الدية، دية العبد، وإما إذنوا بحرب. فقال: نقسم 50 منكم، يقسموا أننا ما قتلنا عبدكم. فقال: إذن ائتوا بالخمسين. أتوا بـ50 رجل من قبيلة القاتل، مع القاتل،
فكان من بني هاشم امرأتان أو امرأتان متزوجتان في قبيلة السهم، قريبتان لمن؟ لأبي طالب. فجاءت إلى أبي طالب ولهم ابنان من قبيلة الرجل القاتل، قالت: يا أبا طالب، لا تصبر، أو امرأة واحدة هي، قالت: لا تصبر أيمان ابني يوم تصبر الأيمان، يعني لا تجعل ابني يحلف كاذبا. كم لك على ابني من الإبل؟ إذا كنا الخمسين عليه 100 ناقة، طيب خذ الناقتين واترك ابني لا تحلفه. فوافق أبو طالب على هذا العرض من المرأتين، كل واحدة تدفع ناقتين عن ابنها ولا يحلف. فأقسم 48 من القبيلة على أن صاحبهم لم يقتل العبد. مرت الأيام، خلاص سقط الحق كعرف بينهم، أيمان 50. فمرت الأيام وخرج 48 في سفر، فآواهم المطر إلى كهف، آواهم المطر إلى كهف، السماء امطرت، فدخلوا يستترون من المطر في كهف، فسقطت عليهم صخرة فماتوا جميعا 48. كان البلد مكة بلد حرام، واللي يحلف فيها ماتوا عن آخرهم 48. وسلم الله الولدين إذ ما خرج معهم. فهذه كانت تسمى القسامة، القسامة في الجاهلية. هل يعمل بها أو لا يعمل؟ الرسول عمل بها في قصة حويصة ومحيصة، وقام خلاف عمر بن عبد العزيز، كان استشار جلساءه في زمانه نعمل بها ولا نعمل. هنا القاضي عياد يقول: هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين، لقوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخره. عفوا، لا ليس هذا، الذي قبله، هذا قال القاضي عياد: حديث القسامة أصل من أصول الشرع، وقاعدة من قواعد الأحكام، وركن من أركان مصالح العباد. وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار الحجازيين والشاميين والكوفيين وغيرهم رحمهم الله. فهمت القسامة يا يحيى؟ يعني يقسم 50 من قبيلة الجاني أنهم، أو من قبيلة المتهم أن صاحبهم ما قتل، أو يقسم 50 آخرون من القبيلة المقتول منها ويستحقوا الدية، أو يستحقوا أن يقتل الذي اتهم، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.